لكن مباراة المصري هنرجع لها فيما يخص الملف التحكيمي، ويمكن الملف التحكيمي محتاجين نتكلم فيه بشكل أوضح مع استمرار بيريرا، لأن إحنا هنا كنا بنتكلم إن فيما يخص استمرار بيريرا رغم تحفظاتنا عليه ورغم إن إحنا اختلفنا في بعض الأمور الفنية مع بيريرا وقراراته، ولكن الراجل جه قال أنا بستكشف في 4 شهور. الراجل كان عنده رغبة في تغيير كتير جدا من أعضاء اللجنة، الراجل أدخل فكرة التصنيف، الراجل بدأ يقدم حكام جديدة أو حكام عادة ما كنتش بتشوفهم في مباريات زي حتى بيراميدز والزمالك. فأنا بشوف إن بيريرا عنده تجربة، فأنا غالبا في النوعية دي من الأمور بتعامل طب تعالى نمشي مع بعض في التجربة، وتعالى نقيم دون أحكام مسبقة أو دون آراء انحياز أو بيمثلها الانحياز أو بيمثلها فكرة الأهلي والزمالك والألوان. فعشان كده في الجولة الأولى محتاجين نقف عند حاجات كالعادة. هنبدأ مباراة الأهلي ورأي كابتن سمير عثمان في حالات مباراة الأهلي والمصري، نطلع نشوف. بصراحة النهارده طاقم الحكام أدى مباراة ممتازة، أهم كورة في المباراة هدف النادي الأهلي الأولاني، وكان في نقاش طويل مع كابتن عمرو الدسوق بيقول الكورة دي تسلل على بيرسيتاو. أما نيجي نبص الكورة كور من كورة صعبة جدا، هنلاحظ دلوقتي إن بيرسيتاو أثناء لعب الكرة الثانية واقف في موقف تسلل، لكن الوقوف في موقف تسلل لا يعاقب عليه اللعب إلا إذا كان بعض الاعتبارات، منهم التداخل في لعب أو تداخل مع المنافس أو أثر على زاوية رؤية حارس المرمى أثناء صده للكرة. أما نيجي نبص بالرغم من وجود بيرسيتاو في الكرة دي أهم كرة جايبينها، إنما دي ما أثرتش إطلاقا على نظر حارس المرمى. إمتى بقى؟ لحظة لعب الكرة، وده هنا تبين لك قرار الحكم سليم ومحمود أبو الرجال مع تميز طبعا من طارق مجدي ومحمد علاء، ودي كانت أول حالة. عندنا حالتين، دي حالة إنذار على باهر محمدي، ليه؟ هو لا كوع ولا حاجه، في اعاقه، لكن هنا ده فيه هنا هجوم واعد. ايه الهجوم واعد؟ يعني ايه هجوم واعد؟ يعني كوره ممكن تجيب منها جول، فرصه تحقق، يعني انت ممكن تجيبها جول بالنسبه لك. اداله انذار. بعدها في الشوط الثاني نفس اللاعب بيلعب بلعب بتهور بالكره زي دي، ادى الانذار الثاني وبهدوء والكارت الاحمر. باهر محمدي هنا ما اعترضش، عارف ليه؟ واثق من قرار الحكم، لانه عارف هو كان شايف الكره الاولانيه كان مستحق فيها الانذار وكذلك الانذار الثاني. من وجهه نظر طاقم الحكام محمد عادل الحكم الدولي ادى مباراه رائعه ويثبت احقيته في استمراره باذن الله في القائمه الدوليه للموسم الجاي مع ان شاء الله مع الحكام. الانذار الاول لباهر محمدي ده يا كابتن، بعض سليم. الدوريات الحكام بتسمح بالتلامس او يبقى في نوع من انواع الاحتكاك. ما انا عشان قلت لحضرتك ده مش تهور، ده افساد هجوم واعد، عشان كنت حريص جدا وانا بشرح في الاولانيه قلت ده هجوم واعد. ده بقى اللي احنا بنكلمكم فيه وهي مراحل التجربة. وانا بشوف ان يعني في فرق يا جماعة ما بين اخطاء فنية، لان دي بتحصل في العالم كله وفي الدوريات كلها، ودي بتخضع احيانا لامكانيات الحكم، رؤيته، قراره، شاف القصة ازاي. فعمر ما القصة كانت المشكلة في ده، ولكن كان بيبقى فيه امور سهلة وبديهية وكنا بنشوف قرارات صعبة فيها. عشان كده يمكن الإشارة بمحمد عادل هنا، أنت بتتكلم على لقطة تداخل بيرسيتاو، إزاي هنا تم التعامل مع لعبة وحالة التداخل بشكل صحيح قانونيا دون إثارة الجدل ودون الدخول في فكرة أنك تحس أن اللعبة دي أنت مستغربها. كمان للأمانة بشيد بمحمد عادل في فكرة توحيد المعيار في لعبة باهر المحمدي، ما جاش في الأولى ده إنذار وفي الثانية قال أصل ده الإنذار في طرد فعدي دنيتك وعدي ليلتك والمصري ما يلعبش ناقص واحد. لا، أنا معياري في اللعبة دي كان واضح، معياري في اللعبة الثانية واضح، باهر المحمدي بره. فأنا بشوف لو رحنا لأن زيادة حجم الأخطاء بقى نابع من أمور فنية، وقلة حجم الأخطاء بقى نابع من أن الحكم عنده معايير جيدة وشغال على نفسه، هروح لحتة كويسة. الأخطاء هتختفي؟ لا، معانا أخطاء ومعانا أخطاء فنية ومعانا أخطاء نتكلم فيها في الحالات اللي موجودة، ولكن مهم يا أسامة إنك تبدأ تحس. يعني وأنا بتفرج كنت فرحان جدا بفكرة إن الحكم كان عنده معيار واحد، ما يبدأش بعد المباراة يبقى كل الجدل بالنسبة لنا أنت ليه خدت هنا إنذار وفي التانية عشان خفت طرد، ويبدأ الناس تقول لك لا أصل التانية مختلفة، أصل ما كانش فيها حاجة، وكل قناعاتك الداخلية إن التانية هي الأولى، بس مشي دنيتك. بص فده يعني مؤشر، يعني ها نحاول يعني نتشعلق. انا عايز اتشعلق، انا واحد من الناس عايز اطلع اقول تعبنا والله. والله لا أنا مش هتقولها دي، انا بقول لك ايه، فاحنا قبل والفيديو شغال قلت لك مش عايزين نبيع نفسنا. تحكيم مصر لا، وانا عشان اكد عليك ان احنا مش هنبيع نفسنا، انا متفق مع فكره ان المعيار كان ثابت عند محمد عادل،
ولكن انا بقول لمحمد عادل مباراه جيده ولكن كنت محتاج تشتغل اكتر من كده في المباراه. ليه؟ لان انا عندي وقفه تحديدا مع تدخلات اللاعب رقم 6 سمير فكري في النادي المصري. اللاعب ده كان يطرد مرتين على الاقل، 4 انذارات في الماتش في 90 دقيقه، تدخلات كانت صعبه جدا، كان بيدخل على قدم الحذاء للاعب النادي الاهلي، يمكن عملها مع اكتر من لاعب وما شفناش اللاعب ده بياخد انذار. فعشان كده لا، محمد عادل انت محتاج تدوس اكتر، محتاج تركز اكتر، محتاج تكون قريب من الالعاب اكتر. جميل جدا ان انت عندك الجرأه ان انت تدي الانذار الثاني وبتطبق القانون بدون مشاكل او خوف، لكن انا محتاج ان انا يكون عندي قرارات حاسمه وسريعه، لان البعض في التحكيم المصري وشفناها في الموسم الماضي كتير جدا ان الانذار الاول بيتاجل كتير قوي، فتبدا تلاقي الحكام مش عايزه تطلع انذار اول في اول ربع ساعه، فبتلاقي لاعب بيرتكب ويتمادى في الاخطاء، فانت بتبدا تقول لك انا معياري ايه بقى؟ معياري الاولاني ده انا ما اديتلوش انذار، طب ما هو عمل نفس اللعبه هدي له بقى انذار، فبالتالي لا طلع انذارك حتى لو في الدقيقه الاولى، لو في الدقيقه الثانيه، طالما اللعبه تستدعي انذار طبق القانون دون النظر لاي وقت. فعشان كده انا بتحفظ على سمير فكري، لكن عشان الناس اللي كانت بتتكلم معياره واحد برضه مع سمير فكري، ما ادلوش ولا انذار، معياره واحد برضه. انا قلت لك توحيد المعيار، انا قلت لك بس كده هنخسر بتوحيد المعيار ده الحقوق التحكيميه. عديها انا عديها ايوه عديها. فده بالنسبه للكابتن طبعا سمير عثمان اللي هيكون عندنا وقفه يا جماعه. احنا في فار روم بنتكلم باراء خبراء التحكيم، صح. احيانا نتفق معاهم، احيانا نختلف معاهم، ولكن دايما بنلجا لاراء خبراء التحكيم. خلاص هم خبراء اللعبه، لو عندنا بعض التحفظ او هم اختلفوا مع بعض تبدا بقى نطرح احنا وجهه نظرنا. فعندنا ايضا الكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي اصبح متواجد بشكل شبه مستمر تقريبا كده في قناه اون، برضه تعقيب على قصه طرد باهر المحمدي عشان يبقى عندنا اكتر من راي، عشان تبقى من اول الموسم كده بنقول لكم ان فوز النادي الاهلي بيور 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 في كل مباراه، وانتوا عهدتونا على مدار مواسم سابقه كنا بنراهن على قصه العداله التحكيميه وبنراهن على قصه النادي الاهلي الاكثر تضررا باراء خبراء التحكيم، وكان بيتحقق. نتمنى ان الحكام تحب نفسها، دي بقى النقطه المهمه جدا. انت دلوقتي التصنيف ده مهم جدا ان كمان الحكم اللي يخطئ يعاقب، وهنستعرض كل الحكام. فخلونا نروح لكابتن ياسر عبد الرؤوف الاول وهو بيقول رايه في الاراء التحكيميه في مباراه الاهلي والمصري. مخالفه تمت باهمال، اهمال يعني ما معهاش انذار. طب نبص على الانذارين سريعا كده، الاول والثاني سريعا. ولكن بما ان هو المخالفه افسدت هجمه واحده تمام، بالتالي كان لابد معاه الانذار. بس الانذار الاولاني تمام، طبعا كان في مساحه قدام رضا سليم ان هو يجري فيها، فبالتالي المخالفه هنا او الانذار هنا لافساد هجمه واحده مش لطبيعه المخالفه نفسها. طبعا قرار محمد عادل كان قرار سليم، المخالفه تمت باهمال، ولكن عشان هي هجمه واحده فبالتالي ده كان قرار محمد عادل وقراره يعني ما فيهوش مراجعه ولا في اي حاجه بالنسبه لي. بعد كده خد الانذار الثاني. الانذار الثاني اللعبه واضحه تمام، الدخول موجود وبتهور، وهو حتى باهر عارف ان هو عنده انذار وهو مقتنع هو هياخد انذار ثاني، ما فيش اي بالنسبه له رد فعل ان هو مقتنع بالقرار. طرد سليم 100% اكيد، طرد سليم 100% اكيد، فتبقى الامور واضحه عشان البعض اللي هيحاول قدر الامكان وقدر المستطاع ان هو يقلل من حجم فوز النادي الاهلي في اي مباراه. احنا هنا بالمرصاد باراء خبراء التحكيم، لا بانحيازنا ولا بوجهه نظرنا، فرباعيه نظيفه تماما، رباعيه للنادي الاهلي في شباك المصري تنطلق بها مسابقه الدوري العام، وان شاء الله باذن الله يكون لقب البطوله من نصيب النادي الاهلي.